تحياتي شباب صبايا بفيديو جديد. بهذا الفيديو بدنا نحكي عن ألم الاس بين، ألم سامسونج السحري، كيف ممكن تستفيد منه بأقصى إمكانيات ممكنة. طبعا هو مهم جدا للبيدرسوا اللي بيستخدموا التاب للدراسة. فبداية بدنا نروح على الإعدادات وبدنا نروح على الميزات المتقدمة أو Advanced Feature، بعد بدنا نروح على الألم، ألم الاس أو الاس بين، بعدها على الإجراءات عن بعد. هلا مثل ما شايف الألم عم يشحن. هلا لتتأكد بداية بدك توصله للألم بشكل صحيح إذا كان ما فيه شحن. فمثلا إذا حطيت الألم وكانت رأس الألم من فوق بجهة الكاميرا هيك، خطأ، هيك ما بيتعرف عليه للألم. فمثل ما شايف هيك ما عم يشحن. لكن إذا حطيت الألم وسنت الألم باتجاه الكاميرا، طبعا هو إله مغناطيس فلهيك بيتم معلق فيه أو بيتم متمسك فيه، فمثل ما شايف هيك عم يشحن، معناتها متعرف الألم. هلا مثلا إذا ضغطت على زر الألم بضغطة مطولة، أنا حاطة الكاميرا وهي الديفولت، فمثل ما شايف ضغطة مطولة بتفتح الكاميرا. اما في عندك هدول الاجراءات، ممكن انك تضغط وتعمل مثلا مثل ما مبين بالشاشه زر الرجوع، كمان القائمه الرئيسيه طبعا فينك تحدد الزر اللي بدك اياه، مثلا هون القائمه الرئيسيه الهوم بيج. او حلاوتها هي الشغله انه حتى لو كنت بعيد عن التاب تقريبا بحدود الخمس امتار لست امتار بياخذ الاوامر، حتى لو انك انت بعيد كثير عن التاب. فأنا مثلا هون حطيت التطبيق هو الساعة، لكن فينك تحط التطبيق اللي بدك إياه. فينك كمان أحلى ميزة إنك تكتب على الشاشة، تعمل هيك زيكزاك وتكتب اللي بدك إياه، وبعدها فينك تحفظ الصورة. كمان من الشغلات المهمة إنك ممكن تعمل ترجمة، تعمل الكاستومايز بوتوم إنه يكون ترجمة، فملفات الوورد فينه ياخدها كترجمة. كمان الاصبع فينو اذا فتحت ملف PDF الاصبع او حركة الايد بياخدها كأنك انت عم تقلب بالPDF، ولكن فيه hand rejection، فكمان شغلة كتير حلوة. وبعد ما تخلص كتابة اكيد فينك تحفظ الملف، وفينك تحفظه بالاسم اللي بدك اياه، ويتم ملاحظاتك مكتوبة مثل ما انت شايف مكتوبة وكله تمام. فهو كتير مفيد للدراسة. بتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم. لاشوفكم فيديو جديد، تقبلوا مني أطيب التحيات. سلام.